لسلامتكم يجب إبقاء الأجهزة المتصلة بخدمات الواي فاي والبلوتوث والهواتف المحمولة مغلقة خلال التحرك والإقلاع والهدوء وطيلة الرحلة إلا إذا أخبركم طاقم الطائرة عكس ذلك. التدخين أو السجائر الإلكترونية غير قانونية كافة الإلكترونية مزودة بإنذار. مقصورة الطائرة خاضعة للسيطرة الفائقة. إذا استدعت الحاجة للأكسجين ستتدلى آليا كما استدعت مسيرة لكم. يبدأ تدفق الأكسجين بمجرد سحب الكمامة باتجاهكم. ضعوا الكمامة على وجهكم وتنفسوا بشكل طبيعي. اهتموا بأنفسكم أولا ثم قوموا بمساعدة الآخرين. وفي حالة الهبوط الاضطراري يرجى أخذ غاية الانحناء المناسبة لمقعدكم. سترة النجاة موجودة تحت أو إلى جانب مقعدكم. عندما تطلب منك استعمالها يرجى سحبها من مكانها ووضعها حول رأسك. لف الشريط حول وسطك وربطه من الأمام مع إحكام ربطه بشد الشريط. يتعين دفق سترة النجاة لدى مغادرة الطائرة فقط. يمكنكم زيادة الهواء في سترة النجاة من خلال التدخين في قصبات الفم المخصصة لذلك. لجذب الانتباه يمكنكم استخدام الصفارة. يمير الضوء تلقائياً عند ملامسته للماء. قبل أن نبدأ رحلتنا يرجى تحديد مخرج الطوارئ الأقرب إلى مقعدكم. يوجد 8 مخارج للطوارئ على هذه الطائرة المؤشر عليها باللون الأحمر. كما هناك أضواء أرضية في الممرات ترشدكم إلى أقرب مخرج للطوارئ والذي قد يكون خلفكم. لتذكيركم بجوانب السلامة يرجى قراءة بطاقة السلامة الموجودة في جيب مقعدكم. Welcome aboard this Emirates Airbus A330-200. Please pay attention as we demonstrate the safety features of this aircraft. We are now preparing for takeoff. Your tray table, footrest and personal video screen should be folded away. Window blinds open and your seat should be in the upright position.